السلام عليكم، اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطه. النهارده معانا درس جديد من دروس ماده الدراسات بعنوان عثمان بن عفان رضي الله عنه من 23 هجريه الى 35 هجريه. هو ثالث الخلفاء الراشدين واحد المبشرين بالجنه. اسمه ونسبه عثمان بن عفان بن ابي العاص القرشي الاموي من بني اميه، وولد في السنه الخامسه بعد عام الفيل بعد مولد الرسول بخمسه اعوام. ومن صفاته الحياء والكرم، ودخل الإسلام على يد أبو بكر الصديق، فكان من السابقين الأولين في الإسلام. وبما تفسر أطلق الرسول على عثمان ذو النورين، لأن الرسول زوجه ابنتيه السيدة رقية، ولما توفيت زوجه ابنته السيدة أم كلثوم. وبما تفسر شارك عثمان في كل غزوات الرسول ما عدا غزوة بدر بسبب مرض زوجته، فسمح له الرسول بالبقاء إلى جوارها. دلل على صحة العبارة: أنفق عثمان معظم أمواله في سبيل الله، أنفق الكثير من أمواله على تجهيز الجيوش كما حدث في غزوة تبوك، وقام بتوزيع قافلة تجارية له على فقراء المسلمين عندما أصابهم القحط، وكان قد عرض عليه التجار أن يشتروها ولكنه رفض. دلل على صحة العبارة: تحلى عثمان بالزهد في الدنيا رغم غناه، فكان ينفق على الناس ويطعمهم ويأكل هو الزيت. تولي عثمان الخلافة قبل موت عمر بن الخطاب بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. جعل الأمر شورى من بعده في ستة من أصحاب الرسول، هم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب. وكان عمر قد أوصى بأن يحضر ابنه عبد الله بن عمر في المشورة، ولكنه ليس له في الأمر شيء. ما تفسر أبعد عمر بن الخطاب ابنه عن أمر توليه الخلافة حتى لا تكون الخلافة بالتوليس. وبعد المشاورات تم اختيار عثمان بن عفان ليكون ثالث الخلفاء الراشدين. أعمال عثمان بن عفان: كتابة القرآن في مصحف واحد على لغة أهل قريش، وإنشاء البحرية الإسلامية والفتوحات الإسلامية. كتابة القرآن في مصحف واحد على لغة أهل قريش بما تفسر أمر عثمان زيد بن ثابت بكتابة القرآن في مصحف واحد حتى تتوحد قراءة القرآن في قبائل العرب وكذلك البلاد المفتوحة، وخاصة بعد دخول كثير من غير العرب الإسلام فاختلفت القراءة. بما تفسر كتابة القرآن على لغة أهل قريش لأن بداية الوحي كانت في مكة بين أهل قريش، فنزل القرآن وأنزل بلغة أهل قريش ولأن الرسول من قريش. إنشاء البحرية الإسلامية بما تفسر إنشاء البحرية الإسلامية في عهد عثمان لصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام وتأمين حدود الدولة الإسلامية البحرية. وكلف عثمان بن عفان كل من معاوية بن أبي سفيان إلى والي الشام وعبد الله بن أبي السرح والي مصر بالتعاون معا لإنشاء أول أسطول بحري في الإسلام. والفتوحات الإسلامية: فتح قبرص عام 28 هجرية لوقف هجمات الروم على السواحل الإسلامية، وفتح أرمينيا عام 25 هجرية وفتحت على يد حبيب بن مسيلمة، وفتح إفريقيا تونس حاليا عام 28 هجرية وفتحت على يد عبد الله بن أبي السرح، وفتح بلاد النوبة عام 31 هجرية وفتحت على يد عبد الله بن أبي السرح. موقعة ذات الصواري تاريخها عام 34 هجرية، وأطرافها الأسطول الإسلامي البحري وأسطول الروم البحري. وأسبابها أن الروم جمعوا أسطولا بحريا كبيرا وصل إلى 500 سفينة لمحاربة المسلمين، ونتائجها انتصار المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح وتدمير أسطول الروم، وقتل الآلاف من الروم. وتم تسمية هذه المعركة بذات الصواري لكثرة صواري السفن التي شاركت فيها. ومن النتائج المترتبة على الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان: تم تأمين حدود الدولة الإسلامية غربا حتى تونس، وجنوبا حتى النوبة، وشمالا حتى أرمينيا. وكسر الخير في عهده لكثرة الفتوحات. وفاة عثمان بن عفان ما تفسر اشتعال الفتنة في نهاية عهد عثمان بن عفان، سببها اليهودي عبد الله بن سبأ الذي ادعى الدخول للإسلام، وبدأ يشعل الفتنة بين المسلمين، وانضم إليه بعض المنافقين ووجهوا التهم الباطلة لعثمان وطالبوا بعزله، ورفض عثمان فقام المتمردين بمحاصرة بيته ثم قتلوه وهو يرتل القرآن. ومن النتائج المترتبة على الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سبأ استشهاد عثمان بن عفان.